لانها نادي الاتفاق السعودي. يمكن على المستوى الشخصي انا اشتغلت هناك سنتين، يمكن 2001 و2002، ناس محترمين جدا، ونادي من انديه الوسط اللي ليهم برضو طموح وليهم اهداف. فاحمد هيستريح جدا في نادي الاتفاق، وهيناسب حتى شخصيه احمد، يعني احمد من الشخصيات الهادي، فهو هيستريح في نادي الاتفاق. وانا شايف ان هي خطوه موفقه ليه باذن الله، يقدر ان هو يعمل حاجات كويسه هناك.